وردة بنت يا وردة. ايوه يا حاج. ايوه ايوه يا حاج امرني. سخني لي الكارع اللي فايت من العشاء. عينيا، قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه ورق الطلاق؟ حلو قوي الجو ده. بص بقى يا ورده، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقه اعترفوا بامكانياتي. كلهم بيخدعوك يا ورده. بقول لك، البضاعه وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ خد صوتك. حاضر. بقول لك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الذهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعة. يلا غوري. من عينيا، بس اياك يطمر. مش هيطمر. حلقتها. هي ايه؟ ورقة طلاق. يا اخوان اسمها المجنونه دي، حاول اقول لك قوه الا بالله. بابي يا سي، بابي حبيبي يا بابي. عايز ايه؟ في واحد بره. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك بره دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاع ايه مدحت ده؟ عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجاه كاني كريميه، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ الولد ده مش متربي. هتقولي انا اللي هربيه. انظامه الجدع اللي واقف بره ده، نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف، هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض، ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه زكي يا حاج. ايه؟ حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قادر الف. لا انا لفك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج. يلا. اهلا وسهلا. اهلا، ما تغشنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خاتو عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا نقعد، او جرب هنا، ما تقعدش جنبي. يلا شوف اللي وراك. يلا. حاضر. قطعي ولفي وظبطي. عيني اللحمة، تقطع اللحمة. اه اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدأنا في الكار وقالوا لنا اللحظة بتيجي مرة واحدة، ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا، كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج على الشاب، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا اخي، ما قلنا لك في اي وقت اهلا وسهلا بيتك. خطوه عزيزه، كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن جيزاء. صوت يا وردة. وجدي اللي قبض على ريا وسكينة، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق إيه؟ حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمها لي ختمة وحشة لما مؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخليني أخرف. شديني يا حضرة الظابط. ان شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. ما تزهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا ما ياكلش. سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا، انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الظابط.
أمورنا أخويا. أنا جاي أتقدم لطلب إيد بنتكم المصونة وجوهركم المكنونة. أنت هتقول لي يا سيدة الشعر من هي عيلالي؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. أنا مضطر أستأذن يا عمي، نداء الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، وأخيرا عثرت عليه. مطلوب مني إيه يعني؟ قوم. لقيتوه فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. الكليل. معلش معلش يا اسطى، رقيقة قوي، بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفش فرفش فرفش. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ بعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير قوي، زي البق في البطانية، بس بشرفي هنقيهم بقى بقى. ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه رجع ايه في الليلة السودة دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. تفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي ساعة الباشا ورد. يا باشمهندس. ايوه. اضطرت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. انا بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوك بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس؟ يعني عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاها. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكون هبله يا بنت. بحبه يا بابا. بتقهر امك ورحمه امك ما انت متجوزاها. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركه، مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله، تتجوزيه والله وتولنا على الكراسي وبقينا نزعق. لا تعالي بقى افهمك الصح، ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات امانه، ومسك عليك السيديهات ومسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا. انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها. اوعي تعكسي السرير. تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغرف ده يا هم الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا اقعد. انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. ايه؟ لهبل ابن لهبل ابو رياله اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج. بعد امر طويل ان شاء الله.